الأمور التي تترتب على مذهب الجبرية والقدرية أمور خطيرة. القدرية ترتب على مذهبهم إثبات خالقين مع الله، وهذا شرك في الربوبية. إثبات خالقين مع الله وهذا شرك في الربوبية، وهذا خطأ، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة. ويلزم على مذهب الجبرية وصف الله بالظلم، وأنه يعذب العباد على شيء لم يفعلوه، هو فعله هو وهم لم يفعلوه، فالله يعذبهم على شيء لم يفعلوه، هم يحركون بغير اختيارهم وغير إرادتهم، فهذا فيه وصف الله بالظلم جل وعلا، أنه عذب عباده على شيء لم يفعلوه، وإنما عذبهم على فعله هو، وهذا غاية الظلم. الله جل وعلا لا يعذب إلا على فعل العبد، ولا يثيب إلا على فعل العبد، ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون. وربط العذاب بالكفر والمعاصي والسيئات، وربط الثواب بالطاعات والخيرات، فالله لا يظلم أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن تك حسنة تضاعفها، بل هذا هو العدل، هذا هو العدل منه سبحانه وتعالى. شوف، ومن عدله أنه ما يضاعف السيئة بل يجازي بمثلها فقط، ومن فضله أنه يضاعف الحسنة من عنده سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف، فالمضاعفة فضل من الله، إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، فضل من الله. أما السيئة فإن الله يجازي بها فقط، لا يضاعفها، هذا من عدله سبحانه وتعالى، عدله مع خلقه. لكن الجبرية يصفون الله بالظلم، أنه يعذب العباد على أفعالهم، على أفعاله هو، وهم لم يفعلوا شيئا، وإنما هم محركون كالآلة والريشة في الهواء. هذا مذهب باطل، ويلزم عليه كما قلنا لكم تعطيل الأسباب، تعطيل الأسباب، وأنه يقول ما دام أنه قضى وقدر فأنا أجلس والمقدر سيكون، فهذا من سلبيات مذهب، سلبيات مذهب الجبرية. والمعتزلة كما قلنا يلزم على مذهبهم الشرك في الربوبية، ويلزم على مذهبهم محظور كبير وهو تعجيز الله جل وعلا، وأنه يكون في ملكه ما لا يريد وما لا يشاء، يكون في ملكه ما لا يريد وما لا يشاء، هذا تعجيز لله عز وجل، وصف له بالعجز، فهذا خطر عظيم. فكلا المذهبين مذهب باطل، ويلزم عليه محاذير كبيرة.